ضحك تشويق وجنون في سبع جيران مع ام سوزان. يوه وبتغار بتغار بتغار. اسفه بعتذر. لا ما بدي اكل بزر. عم قلك بعت تذر. شو بعتي؟ صايره بياعه؟ ولمين ترك الشغل بالبيت اه؟ ولك والله والله لحتى خلي ابني فهمي بألمانيا يخصم لك من راتبك. عم اقول ليش البيت عم يمشي وصاير زبالي مثلك. عمر مسكون اهلا وسهلا فيك معنا بايتي بالعربي اونلاين. انت اليوم موجود بكواليس مسلسلك الجديد اللي هلا بدك انت تحكي بدون ما اسمع. طبعا من الاسم سبع جيران المفروض يكون في سبع جيران بالمسلسل، ولكن كالعاده بطله المسلسل والسوبر هيرو والبطل الخارق هي ام سوزان. ام سوزان دورها بهالمسلسل هي مراقبه، رح تكون موجوده بمكان عالي باسطنبول عم تراقب وترصد اخبار هالسبع جيران. ايوه وكمان تليفون غالي وقاعده برجوازيه. لا وحاطط لي خيار وكبايه عصير. ناطق بس شمسيه فوق راسك لحتى تكمل القعده. وبقصص طريفه من كتابه عبود الاسمر واجواء كوميديه من اخراج عمر تركاوي هنعرف اسرار جيران ام سوزان. رح نعيش تفاصيل كل خلينا نقول مهمه مطارده او مراقبه بتعملها ام سوزان بالمسلسل مع جار من الجيران. نفوت على تفاصيل البيت، نعرف الكاركترات وشخصيات وابعاد الشخصيات الجديده اللي رح تنزل. ولك ختيار الجن ما رح يحس. بعدين القهوة السايطة مفيدة لمرضى الكوليسترول. سوزان هي البطلة أكيد، بس واضح إنه في شخصيات كتيرة أنت رح تمثلها. كم شخصية رح تمثل؟ عم نحكي عن 20 شخصية بالمسلسل، 20 شخصية أنا عم ألعب دورهم. عم يكون في عندك شخصيات عمرهم 4-5 سنين لشخصيات فوق 60 سنة. طبعا المكياج هون بيلعب كتير دور مهم، لأنه بدنا نغير تفاصيل وشي لحتى تصير شوي الشخصية مقنعة. بس حاولنا طبعا مثل ما عودنا العالم بالأعمال اللي بنعملها أو بالفيديوهات البسيطة إنه نحافظ على أهمية الفكرة وما نكون عم نروح بالمبالغة بالإكسسوارات والطريقة العرض. وشكله بطولة عمر مسكون، بطولة عمر مسكون، بطولة عمر مسكون، بطولة مسكون، بطولة العديد من العمر مسكونات مسكونيات مساكين. في كتير عمر مسكون بالمسلسل، يعني في عم نحكي عن 20 شخصية، 20 شخصية تقريبا ما عدا الشخصيات اللي بتكون شوي فيها انفصام، ففي كتير يعني. وتم تحضير إطلالة كل شخصية قبل التصوير والتركيز على نبرة الصوت، الملابس وحتى المكياج. كيف عم تكون انت بكذا شخصية بس بنفس الكادر؟ لما رح تشوفوا المشاهد اللي سميناها مشاهد الدمج رح تشوفوا انه عمر بأكثر من شخصية بالمشهد، ولكن كل شخصية طريقة لبس وطريقة صوت وطريقة حكي وطريقة مكياج. فهذا الشيء بيرجع طبعا لشركة الانتاج اللي هن عم يقوموا بكل هالعمل الاخراجي. والمسلسل ده اللي بدأ عرضه على قناة عمر الخاصة على يوتيوب بقى ضمن أبرز الترندنج فيديوز بعد 22 ساعة بس على طرح الحلقة الثانية منه. انت 22 حلقة على اليوتيوب، ما خايف انه توقع بفخ الملل والناس تزهق وهي عم تحضر المسلسل؟ انه عم نحكي عن سبع قصص، كل قصة ثلاثية، فمشان هيك عنا كل جار يدوب نلحق نفهم قصته. 22 حلقة، كل حلقة ماكسيموم رح تكون 15 دقيقة. عرض المسلسل رح يكون كل تنين وجمعة، ففي عنا فارغ بين الحلقة والحلقة، في عنا ما عم نحكي عن المسلسل يوم ايه يوم لا او كل يوم. فبعتقد العالم رح تتشوق تعرف الاحداث، رح تتشوق تعرف كيف رح تخلص الثلاثية تبع المسلسل، شو رح يصير مع الجار الاول، كيف بدنا نروح عن الجار الثاني. والملفت كمان في العمل ده كان تتر المسلسل اللي غنتها ام سوزان بنفسها. سابع جار سابع جار، الله موصب سابع جار، وانا عندي سبعة بس يا ريت امكومي تحجار. كانت الفكرة انه حدا يغني الشارع وبعدين انه انا اعمل الفيديو كليب تبعها، بس بعدين خطرت بالي فكرة انه بما انه العمل متمحور شوي حوالين شخصية ام سوزان، هو كتير عمل كوميدي، فخطر بالي انه ليش ما ام سوزان بتغنيها بس بطريقة القاء كوميدي، مو انه غناء. يعني مشان العالم ما تفكر انه انا فتت على مجال الغناء استغفر الله. رح اشردهن بيت بيت، راقبهن عالسكتيت، صب النار عزيزي الجار للجار.